حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في صباح الخير. يا كويت تحتل دولة الكويت المركز الثاني في الأمن الغذائي في المنطقة العربية من حيث قدرتها على توفير الأمن الغذائي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. أكيد عبد الرحمن، وعشان كذي إحنا بنتعرف معاكم على هذه جهود أبنائنا نتعرف على جهود أبناء الكويت من المزارعين اللي يبذلون أقصى الجهود لإمداد السوق المحلي بما يحتاجه من منتجات زراعية وطنية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية. وعشان كذي يسعدنا نستضيف الأستاذ براك الصبيح، رئيس اتحاد المزارعين سابقا. نقول لك صباح الخير عليك. صباح النور، صباح النور للجمهور. يا حياك الله. نعم استاذ، في البدايه نبي نتعرف على مفهوم الامن الغذائي بوجهه نظرك، شنو معناته؟ هي المفهوم الامن الغذائي متعارف عليه انه لازم يكون عندك مخزون غذائي يكفي المواطنين لمده معينه، وقابل انك دائما انك كل ما صرفت منه تزيده، بحيث انه ما تحس في عجز في الاسواق او في اي احتياجات للمواطنين. أستاذ، خلال السنين اللي طافت شهدت دولة الكويت طفرة في زراعة المحاصيل الأساسية، تعطينا لمحة عن هذه المنتجات؟ هي المنتجات الكويتية تعتبر من أجود المنتجات. شلون؟ يعني لو قارنتيها مع أي شيء مستورد سواء من النطازج، مخدوم من ناحية الأسمدة، مخدوم من ناحية العناية، مخدوم من ناحية بالتعبئة. نعم. ولكن عندنا دائما اللي موضوع التسويق والمشاكل مالت التسويق. أكيد. بس أنا ودي أعرج على نقطة مهمة، الأمن الغذائي ليس فقط في المنتجات الكويتية الحالية، ولكن يجب الاتجاه من المزارعين إلى زراعة المحاصيل طويلة الأمد بالتخزين اللي مثل الحنطة والشعير والعدس والماش والحبوب عموما، بحيث أنه يكون عندنا دائما مخزون محلي. صحيح. إذا كان عندي أنا إنتاج محلي أقدر أنا أستغني، حتى لو أنا استكفيت 20% بداية السنة، السنة اللي وراها أرفع إلى 50، إلى أن يكون عندي استكفاء ذاتي إلى 100%. صحيح، وهذه رسالة نوجهها أيضا اليوم للمزارعين، أن اليوم يبذلون أراضيهم ومزارعهم في زراعة هذه المنتجات اللي تعطي الاستدامة والأمن الغذائي اليوم للناس، وعلى المدى الطويل إذا حصلت أي ظروف في العالم اللي احنا مستعدين وعندنا مخزوننا وأمن الغذائي، ويكون في يعني علف حيواني وعلف أيضا لكل الماشية في الكويت. عدل؟ والله هو كلامك صحيح، بس أنا أقول لك الحنطة هي للإنسان والحيوان. حلو. لأن أنت تأخذ حبوب الحنطة، القش مال هذا تقدر تعطيه حيواناتك، يعني هي سلاح واحد لجهتين. نعم، فنبتة واحدة تعطي لجهتين، تعطي للإنسان والحيوان كلاهما يستفيد منهم. وأنت نجحت أستاذ يعني في زراعة الحنطة أكيد فيه. لا أنا السنة إن شاء الله أنا حاط مخطط إني أنا أزرع الحنطة. أيه. بس في الأخوان في العبدلي جزاهم الله خير نجحوا في زراعة الحنطة. نعم. وأنا أشجع مزارعين العبدلي أكثر، لأن أرض العبدلي أفضل من أرض الوفرة، سواء من ناحية الغنى فيها من المواد وبالجو العبدلي. بالحنطة بس ولا بالباقي؟ لا بكل الحبوب يعني. يعني العبدلي تربتها أغنى من تربة الوفرة. حلو حلو. أستاذ، نبي نتكلم أن العالم يتجه إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية، شنو تستخدمون أنتم حاليا؟ احنا في كثير من المزارعين قاعدين يستخدمون الزراعة المائية. المائية. اي، وهذه الزراعة المائية تكون بدون تربة. اي. يعني المزارع يزود الماء في المواد اللي يحتاجها النبات، ومن خلال بايبات او قوارير تكون موصولة مع بعض، والماء يداور على هذا السيستم، بحيث انه ياخذ الغذاء ويبدا يطرح انتاجه. صح. وهذه اوفر للماء و استاذ، كنا هالنوع من الزراعه يصلح بالبيوت صح؟ يصلح يعني بكل مكان. كل مكان تبينا بمزارع على مستوى كبير. صحيح. او تبينا بالبيوت على مستوى صغير. يعني ابو
30 40 شتله بنظام صغير تقدرين تسوينه. نعم استاذ، بالمناسبه يعني هذه الزراعه المائيه اليوم قاعد تتميز انها توفر المساحات لانها تصير عموديه وتصير على الـ على الـ على الاماكن الفاضيه عندنا في البيت او في المزرعه او في اي مكان، وايضا ما تستهلك يعني كم عنايه كثيره، مجرد ما تشغل عليها الماء وبس هو بروحها، لان قص الزته لا انت لازم عندك جهاز تقيس العناصر اللي في الماء، واي عنصر ناقص عندك تقدر تضيفه بحيث انك النبات يعتمد حياته على عناصر مختلفه. فاذا انت نقص عنصر معين مثلا تبدا الورقه تصير صفراء، النبته او الثمره يصير من تحتها مثل نسميها تغيير في لون الجلد وانكماش. هذه كله بوها تقرحات تصير هذه كلها نتيجه نقص عناصر. حلو حلو، فاكيد الواحد لازم يعني اثناء يعني دخوله في هذا المجال يهتم بادق التفاصيل عشان ما يفشل المشروع، لان شفنا وايد ناس شروا البايبات شدوا حيلهم وبالنهايه ما مشى المشروع معاهم، يمكن نقص بالاضاءه ولا في توريد الماء. في اشياء كثيره تدش في عمليه انتاج الماء. صحيح. صح. استاذ براك، قامت الجهات المعنيه بتقديم الاراضي الزراعيه بالاضافه الى دعم المزارعين بشتى الوسائل، فهل هالشيء ساعد في تطوير وزياده الانتاج الزراعي الكويت؟ لا شك بدون مساعدة الدولة ما حد يقدر يشتغل. خلينا نقولها صدق. أكيد. لأن الدولة إذا لم تساعد المزارع فلن ينتج. لأن هي العملية ما إذا لازم تكون علاقة فوز من جميع الجهات. المزارع يفوز، الحكومة تفوز، كل الناس تفوز، والمواطن يحصل على منتجات طيبة وبسعر معقول. لكن اللي إحنا عندنا نقص من نفسنا احنا كمزارعين او من يدعون انهم مزارعين ياخذ المزرعه ويحطها منتزه. اي توني بقول اللي عنده مزرعه ومو مستغل المساحه. هذه المفروض يكون فيها رقابه اكثر. انا لما الدوله تخصص لي مزرعه لانتاج نباتي وما انتج نباتي يعني شو الفائده؟ صحيح. نفس الشيء الثاني اللي انتاج حيواني او الزراعه والمزارع المتكامله اللي حيواني نباتي، هذه المفروض في رقابه وتنفيذ القانون. احنا ما نبي اكثر من تنفيذ القانون. اكيد طبعا. اي بس احنا اللي نبي ايضا وجود صناعات تحويليه بالنسبه للمنتج الكويتي. نعم. يمكن ايضا استاذ براك في الفتره الاخيره في وسائل التواصل الاجتماعي نسمع بعض الاخبار الغربيه انه والله هناك ازمه في الغذاء وانه ممكن يصير في بالمستقبل نقص في بعض الموارد الغذائيه او بعض الدول. فاليوم ودنا نعرف منك يعني كمختص اليوم ومزارع وما شاء الله لك انت في هذا المجال سنوات طويله في الزراعه وتعرف ما شاء الله كل انواع الزرع وتعرف تربه الكويت واجواء الكويت، فهل هناك اليوم عندنا اكتفاء في انتاج المحاصيل الزراعيه في الكويت؟ بالنسبه للخضروات والطماط والخيار عندنا فائض. وللاسف ما في مصانع تاخذ هالفائض وتصنعه وتعيده للسوق طرحه. يعني عندك الجمعية متروس فيها مثلجات بس ما تلقى مثلج كويتي، مع أن الانتاج الكويتي موجود من فاصوليا، الأمور الزهرة، الأمور الثانية كلها موجودة. وفي فائض منها بعض المرات يباع الكرتون كلها بخمسين فلس. لو كان في مصانع تأخذ هذا المنتج وتصنعه وينباع بالجمعية تشجع المزارع وتشجع الجمعية وتشجع المواطن أنه يأخذ منتج الكويتي، لأن عارف مصدره، عارف بالنهاية شلون إنتاجه. أنا المزارعين كلهم كويتيين، ما راح واحد يقش نفسه، هذه مشكلة بعد. صحيح. صح، كلنا خبرة ما شاء الله باختيار المحصول نفسه. أستاذ براك، لو نتكلم عن التعاون بينكم وبين بعض الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة لطرح منتجاتكم في الأسواق بالكويت. والله في تعاون مع الهيئة العامة للزراعة وفي كثير من الأوقات يعني يصير في شد وأخذ وعطاء، بس إنه بالنهاية نوصل إلى الصالح العام. بالنسبة لوزارة التجارة، يعني أنت اليوم وزارة التجارة تتخذ قرار أو وزارة الشؤون تتخذ قرار إنه لازم المنتج الكويتي يدخل الجمعيات التعاونية، لازم في رغبة على الجمعية بحيث إنك تحاسب الجمعية. إذا كان الجمعية مقصر في إنه يروح المزاد ويشتري، ها المفروض هنا تتدخل الوزارة بحيث إنه
تأخذ على أيدي هؤلاء الأشخاص. أكيد. ويعني شيء مهم اليوم المزارعين يهتمون بجودة المنتجات اللي يودونها للسوق. فيعني أستاذ براك ودي أعرف منك عن ثقة المستهلك اليوم وحاجته، ويعني هل اليوم المستهلك دقيق في اختيار المنتج؟ هل يفضل المنتج الغربي أو المنتج المستورد على المنتج المحلي؟ ولا شنو وجهة نظرك على المستهلك الكويتي؟ ولو تسأل أي مستهلك كويتي بيقول لك المنتج الكويتي ولا يعلى عليه، وإذا وجد يأخذ الكويتي ما يأخذ المستورد. حلو. لأن يعني بديهيا بضاعة جايتك عن طريق البر وقاعدة في برادات لمدة 3 أسابيع، هذا مقطوف اليوم نازل لك بنفس الليلة. صح. بديهي ما يبي له شيء يعني. أكيد الفريش دائما أحسن. أي. أي. ومهما يعني يعني كثر هم الناس راح تاخذ منه وتفضل على اي منتج مستورد. وكذلك هم ودي اعرف منك بعض الناس يمكن اذا شافوا منتج زين قاموا اخذوا منه وخزنوا قالوا يمكن ما ينزل او يتاخر علينا، فايش رايك بهذا السلوك؟ لا، سلوك التخزين مشكلتنا يعني ان في ناس قاعد تصرح بدون نظره مسؤوله للامن الوطني والامن الغذائي. انا لما اصرح واقول والله خزنوا هذا يخلق دوامه في السوق، يأتي المستهلك ويشتري بدل لا يشتري لك كيس يشتري العشرة، زاد الطلب. هذه نظرية عالمية. إذا زاد الطلب زاد السعر، ما يبي له شيء. فأنت تخلق زيادة غير واقعية وحقيقية من قبل المستهلك لأنك خوفته. قلت والله إذا ما تخزن باكر تموت أنت وعيالك، باكر ما راح تلقى دهن، باكر ما راح تلقى عيش، باكر. مع أن شركة التموين يعني ما شاء الله مغطين لمدة سنة، التجار مغطين عندهم مخازنهم مليانة ما في عليهم مشكلة. أيضا عندنا سلوك استهلاكي سيء كمواطنين، بعض المواطنين لما أي الغداء ماله بدل لا يطبخ له كيلو يطبخ له 10 كيلو والتسعة كيلو بالزبالة. صح. بالكرامة. صح. أيضا هذه مشكلة يمكن يعني دانا أيضا عندنا سلوك خاطئ اليوم في المجتمع اللي هو الناس يطبخون أكثر من حاجتهم، الإسراف. الإسراف. فهو أنت لما إذا أنا أسرف بأخذ 10 كيلو، إذا كان عندي مخزون يكفيني سنتين، إذا استكفيت بالكيلو يكفيني 3 سنوات لأن ما استهلك، أخذت وأكلت اللي أقدر أكله. عدل. هذا مثل اللي يدش عزيمة ويترس حنة ويسوي دورين وياكل اللقمة ياكل بعينه ويخلي على الطاولة يشيلونه للأسف وبالدرام. صحيح. فهذا احنا المشكله، لازم ثقافه الاستهلاك. يعني الدول بالعالم يقول لك انت الموارد للجميع، مالك لنفسك. نعم. فلوسك لك. بس مو معناته انا عندي فلوس اروح اشتري. صح. مثلا ادخل مطعم اطلب لي 7-8 وجبات حق 2 وبالنهايه اقوم واخليهم. عدل. صح. أستاذ براك، نبي كلمة أخيرة منك حاب توجهها من خلال برنامج صباح الخير يا كويت. والله طبعا بعد الشكر لكم لله سبحانه وتعالى أول، وشكر لكم أن المواطن الكويتي يعني في عنده وعي، بس بدنا زيادة الوعي على جهات معينة، زيادة الوعي في الاستهلاك بالنسبة للغذاء. يعني أنا اليوم آكل ما أستطيع، مو اشتري اكثر مما انا اقدر اكله. صحيح. يعني اتبع يعني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلث لطعامك، ثلث لمائك، ثلث لهوائك. نعم. انت ليش تعبي الثلاثه ثلاث ويطلع من خشمك الاكل؟ عدل. هذه واحده. عدل. صح. وليش تاكل بعيونك؟ والله ما ارتاح الا لما اشوف السمك واشوف اللحم واشوف هذا. يعني انا واحد لما اشوف عده اصناف ما اعرف اكل. أبي ويبة واحدة وركز عليها وأقوم. صح. علشان شيء دائما يقولون لا تروح الجمعية وانت يعان. ولا تشتري كل ما اشتهيت شيء قبل شريته، لأن هذا ممكن يخليك إنسان شره للأكل. وتصير عادة. عادة. وتصير عندك عادة وتعلم العادة حق اللي حولك. وكله نجيبوا لي زيادة وحطوا لي زود وتشبع وتالي تخلي الأكل ويفيض الأكل وانت تسمن ويعني. لا، أنت استهلكت موارد الدولة. يعني هذه موارد لك ولغيرك. عدل. لما أنا أجي كل يوم طابخ لي نص كيس عيش ورايح بالدرام، هذا كله وين يروح؟
أكيد. هذا كله مخزون راح منك من الدولة إلى البلدية. نعم صحيح. عشان كذي الواحد لازم يكون يحرص على تعليم أبنائه ومجتمعه ومن حوله اليوم على أهمية الاقتصاد وأهمية الأكل على قدر الحاجة، وكل واحد يعني ينقل هذه العادة وينشرها ويحث عليها، واللي ما عنده أحد ممكن ينصحه أيضا لو يكتب هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا لها تأثير، وهذا الشيء أيضا يأثر على مجتمعنا. أكيد عبد الرحمن، كل الشكر لضيفنا الأستاذ براك الصبيح رئيس اتحاد المزارعين سابقا. والحين عبد الرحمن ننتقل مع المشاهدين لغادة وفقرتك يا غادة. شكرا لكم دانا وعبد الرحمن، والشكر الموصول أيضا للعام براك الصبيح على هذه المعلومات اللي أعطانا إياها ونصحنا وفادنا فيها. بنروح معاكم إلى التصميم الداخلي أو الديكور اللي يتلخص في خدمة تصميم العناصر الجمالية ويعتمد على تقنيات الإبداع والابتكار، وفيها كذلك يتبع المصمم أساسيات التصميم تصميم الديكور ويأخذ بالأساليب المعمارية وتقنياتها المختلفة لتحقيق تصميم جميل متكامل. اليوم المهندسة فجر الرفاعي راح تحكينا أكثر عن التصميم، وخاصة اللي قاعدين يبنون وبلشوا لتصميم الداخلي داخل بيوتهم. خلونا نشوف هذه الفقرة اللي تفيدنا وتفيدكم إن شاء الله.